لا ركب ده فيه فما تصور ازاي يصبروا دول الجماعه الشباب السنغال وزعلانين على الماتش بتاع الجزائر والسنغال امس هنا عند برج ايفل. حاجاتهم أرخص من ال احنا هنا عند برج ايفل تماما يعني اهو عشان ما ايه نو طبعا دي زي الشحاتين كده يعني وعامل نفسها انه بيعمل تبرعات لل بيقابلوني هنا تملي هنا كانهم بيلموا تبرعات لبعض المراكز اللي هم المعوقين او السم والبكم اي حد انا قلت تعالوا تقابلوا هتقول لها اكتب الاسم امضي وعاوز تاخد منها فلوس شايفين الزوم دي سيرت برو شايفين الزوم يا جدعان وجايب الانتنة اهي دي سيرت برو اهي يخشوا مش عارف هما حاجزين تيكت ولا ايه هنسأل لقط ونشوف الدخول ايه يعني بفلوس ولا مجانا ولا ايه سبحان الله ده لسه ما فتحتش عينيها عماله تاكل من امها سبحانك يا رب
شايفين احنا ديول هنا اهو. ناس هنا واقفين تيكت اوفيس، بيقطعوا تذاكر تقريبا للصعود للبرج. 25 يورو، 18 يورو للفرد. هذه الحديقة، احنا كنا هنا عند الباب ده، الباب اللي بره ده، دخلنا كده المفروض هنا تخش على الجنينه بره البرج، قفلنا بسور يعني مفنا بسور اهو. هم رمونا أكل، أنا صورت. أوف، البطة اللي جت طارت دي زي الصاروخ عشان الأكل. البطة أزحت زي الصاروخ عشان الأكل. كله بيجري ورا لقمة العيش. Stella, non vedevo pesce rosso grosso? Ma tutti, ma quali bestie? Pesci. Bus, bus. Battete la gara all'Adli, zè? Il hamam, poi. Yeah.
باريس.